فأيضا يسري يقول الحديث القدسي، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أريد شرحا لهذا الحديث، ولماذا خص الصوم بهذا التخصيص؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث فيه فضيلة الصيام ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد، على تشريف للصيام وتفضيل له على غيره من الأعمال. وقد أجاب أهل العلم عن قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، بعدة أجوبة. منهم من قال إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، كما في الحديث لأن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته ولم يبقى شيء يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ويطرح في النار. إلا الصيام فإنه لا يؤخذ من الغرماء يوم القيامة، وإنما يدخره الله عز وجل للعامل يجزيه به، ويكون هذا معنى قوله: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن أعمال بني آدم يجري فيها القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامة إذا كان ظلمهم، إلا الصيام فإن الله يحفظه ولا يتسلط عليه الغرماء ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. وقيل إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، معناه أن الصوم عمل باطني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو نية قلبية بخلاف سائر الأعمال فإنها تظهر ويراها الناس، أما الصيام فإنه عمل سري بين العبد وبين ربه عز وجل. ولهذا يكون الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فكونه ترك شهوته وطعامه من أجل الله هذا عمل باطني ونية خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصدقة مثلا والصلاة والحج والأعمال الظاهرة، هذه يراها الناس، أما الصيام فلا يراه أحد، لأنه ليس معنى الصيام ترك الطعام والشراب فقط أو ترك المفطرات الظاهرة فقط، لكن معنى الصيام أن يكون خالصا لله عز وجل ونية صادقة لله عز وجل، هذا معنى الصيام، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، وفسره بقوله: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيكون قوله إنه ترك إلى آخره تفسيرا لقوله: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن العلماء من يقول إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن الصوم لا يدخله شرك، بخلاف سائر الأعمال فإن المشركين قد يقدمونها لمعبوداتهم كالذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، وكذلك الدعاء والخوف والرجاء، فإن كثيرا من المشركين يتقربون إلى الأصنام ومعبوداتهم بهذه الأشياء بخلاف الصوم. فما ذكر أن المشركين كانوا يصومون لأوثانهم ولمعبوداتهم، الصوم إنما هو خاص بالله عز وجل. هذا يكون معنى قوله: الصوم لي وعلى أجزيبه، أي أنه لا يدخله شرك، ولم يكن المشركون يتقربون به إلى أوثانهم، وإنما يتقرب بالصوم إلى الله عز وجل. نعم، شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم.